جمهور غفير على غير العادة توافد على ملعب أحمد زبانة في المواجهة التي جمعت بين المولوديتين الوهرانية والعاصمية. المرحلة الأولى اتسمت بالإثارة والحماس وغلق جميع منافذ اللعب مع سيطرة طفيفة لأصحاب الأرض الذين شنوا عدة حملات هجومية خاصة عن طريق المهاجم النشيط بليلي الذي كان بمثابة السم القاتل في دفاع الزوار. مولودية العاصمة اعتمدت كثيرا على التمركز في وسط الميدان والتسديد من بعيد، وكاد كودري أن يفتتح مجال التهديف لولا تدخل الدفاع عن طريق زيدان في آخر لحظة. ثم بورزما في محاولة لمباغتة الحارس شوشي الذي تدارك الموقف لتنتهي المرحلة الأولى بنتيجة التعادل السلبي. المرحلة الثانية دخل فيها أشبال المدرب محمد حنكوش بإرادة قوية واندفعوا نحو الأمام وفرضوا سيطرتهم على مجريات اللعب، مما أجبر عناصر مولودية العاصمة على البقاء في منطقتهم للدفاع عن مرماهم والاعتماد على التسديد من بعيد خاصة عن طريق المخالفات المباشرة التي لم تأتي بالجديد، لتنتهي المباراة بين المولوديتين الوهرانية والعاصمية مثلما بدأت بنتيجة بيضاء. حنا راضيين بالنقطة هذه باسكو ما يخفالكش بلي تلعب مع مولودية وهران، مولودية وهران ماهوش فريق من سهل باش تلعب معاه، دوطون بليس كيزون في لو ماتش بريسيدون حنا اون ليزافي كونتر شلف، ايزون في اون تري بيل بارتي، ايزوغي بو غامني ان بون ريزولتا دو شلف. Donc on s'attendait qu'il va y avoir un match très difficile. Et c'est pour cette raison qu'on a préparé les choses avec beaucoup plus d'application sur un plan de stratégie défensive, bien sûr.